الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: ثلاث أدعية لا تنسوها في السجود: اللهم أني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إذا نويت نشر هذا الكلام انوي به خيرا، لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. وتذكر افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي عمل يطيلك الجنة. يقول الشيخ خالد: كرروا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سترون عجبا من تفريج الهم وتيسير الأمر. لا تحتفظ فيها، ارسلها لأعز الناس عندك. كل دقيقة من عمرنا أنفاس لا تعود، فلتكن لأنفاسك حلاوة بالاستغفار. اللهم اجعل تذكيري هذا صدقة جارية لي ولوالدي ولجميع